واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 424 قضية تمويلية بمضبوطات بلغت قرابة 92.5 طن مواد غذائية وغير غذائية. أما في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط أكثر من 65 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 26.5 طن. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 610 قضية، من بينها 67 قضية خبز ناقص الوزن و81 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة التوريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 10 أطنان أقماح محلية. في إطار التطوير الشامل الذي تشهده شبكة الطرق على مستوى الجمهورية والتي أحدثت انسيابية مرورية كبيرة على كافة المحاور، فقد تم رفع كفاءة طريق الإسكندرية مطروح الساحلي ليصبح 6 حارات مرورية للطريق الرئيسي وأربع حارات للدعم من الكيلو 101 إلى الكيلو 156. كما تم إنشاء 9 كباري دورانات لتسهيل حركة السيارات دون اللجوء إلى التقاطعات المباشرة. كل كوبري من كباري الدورانات مزود بأربع مطالع وأربعة منازل لخدمة الاتجاهين. قائد المركبة يسلك الكوبري من أي اتجاه من خلال مطلعين الداعم أو الرئيسي، ليكون أمامه أربعة اختيارات: إما منزل الطريق الداعم أو منزل الطريق الرئيسي في ذات الاتجاه، أو الدوران ثم يسلك منزل الداعم أو منزل الرئيسي في الاتجاه المعاكس. تم وضع لوحات إرشادية لتوجيه المواطنين إلى المطالع والمنازل الصحيحة. كما كثفت وزارة الداخلية من خدماتها المرورية لتحقيق الانضباط المروري وتوجيه قائدي المركبات إلى المسارات الصحيحة على طول الطريق. وتم تزويد الطريق بمنظومة كاميرات مراقبة ورادارات ثابتة ومتحركة لتحقيق الانضباط المروري وضمان الالتزام بالسرعات المقررة. وتهيب وزارة الداخلية بقائد المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور واللوحات الإرشادية على طول الطريق حفاظاً على الأرواح والممتلكات.